السلام عليكم. أعلن النجم العالمي الإسباني الأصل ريك مارتن أنه أصبح أبا مع صديقه الرسام السوري الأصل جوان يوسف لفتاة حملت اسم لويسا مارتن يوسف. ونشر مارتن صورة للطفلة وعلق عليها: يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا أبوين لفتاة جميلة سميناها لويسا مارتن يوسف. هذا عيد ميلاد فريد وأجمل احتفال بعيد الميلاد في حياتنا، ونشعر بالامتنان لنتمكن من بدء العام 2019 بأفضل هدية يمكن أن نحصل عليها هبة الحياة. في حين قال جوان يوسف صديق ريك مارتن: يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا أبوين لطفلة جميلة وصحية لويسا مارتن يوسف. وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السوري الأصل جوان يوسف عام 2016 بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكي مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوغا كارلوس جونزليز أبيلا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.